الناس اللي انتخبناها واللي كان تركيزنا عليها، يعني احنا نطلب منهم انه هذه الخلافات يخلوها على جنب. انت من جيت واستلمت منصب قسمت يمين انه تصون المحافظة وتخدم اهل المحافظة، زين انت لما قسمت يمين غير تأدي يمينك، المحافظة تعبانة، طلعنا من تحرير، اغلب العالم هلكاني من ناحية الخدمية الصحية، كثير امورات، يعني لي حد الآن إحنا مشاكل مواطن ما حليناها وهي مشاكلهم بعد ما محلولي. والله إحنا ندعو للناس تهدئة الوضع، فتح طاولة الحوار بيناتهم حتى يتوصلون الحال ويطلعون بنتيجة للمحافظ وللمواطن. هي من تكاتفوا وتفاهموا دعم للمحافظ وللناس الموجودة حتى يكملون مسيرة المدينة إعمار وجميع المفاصل. والله نتمنى لهم الصحة والسعادة وأن يجمعون شمل أهل الموصل ويكونون إيد وحدة، وإذا توحدوا أحسن ما يتفرقون، ما صحيح؟ ونتمنى أنه السيد المحافظ دعاهم للاجتماع بالمحافظة، يجتمعون يتفقون على رأي واحد ويخدمون أهل نينو. المفروض أنه الشعب وأعضاء المجلس يدعمون السيد المحافظ في تكملة المشاريع، تكملة المطار، تكملة المستشفيات، تكملة المشاريع المجاري والمياه، يوفرون الكهرباء الماء. والله أنا كمواطن فأدعو فكافة أعضاء مجلس المحافظة أن يتكاتفوا، ليش؟ المصلحة الموصل يا أخي ومصلحتنا كلتنا أن يتفقوا على رأي واحد، والرأي أشنو؟ أنه مصلحة أهل الموصل مصلحة المحافظة نينوى أنه عامة. والله هي الخلافات هي تؤدي إلى المشاكل والهلاك وهلاك المدينة، بس الأفضل هي لازم يتحاورون بيناتهم، وبالنسبة للمدن المحافظ لازم دعم، طول ما صار عندنا محافظة وعندنا مجلس محافظة لازم دعم للمحافظ ودعم للبينات من النواب لتمشية الأمر للمحافظة، محافظة نينوى. إذا هم راح يتفككون المحافظة هم راح تتفكك وترجع مثل ما يقول على الأسبق وعلى الأسوأ. شلون يتأثر الشارع المدينة؟ هسه فضل من الله عز وجل الحمد لله احنا بخير والمحشي الأمور ودارجة والأمام متوفر والعالم عتروح وتجي بالليالي، يعني اختلفت الأمور عن قبل 2017 و2018 و2020، هسه الحمد لله فضل من الله، هسه يعوز بس منهم التكاتف والصبر بيناتهم لخاطر هالمشاكل تنحل بيناتهم، الشغلة مثل ما يقول سلسة تكون.